بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة واحتفالية خاصة للنادي الأهلي والتتويج باللقب الأربعين. النادي الأهلي وبطولة الدوري حكاية عشق منذ بداية انطلاقة البطولة في 1948، والنادي الأهلي هو اللي مسيطر، ويبدو أن ما بينه وما بين بطولة الدوري عشق السنين وعشق الملايين، وجمهور النادي الأهلي دائما وأبدا لا يرضى إلا ببطولة الدوري العام. طبعا في بداية فقرتنا لازم استقبل ضيوفي الكبار واساتذتنا الكبار في الصحافه، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام اشلتوت. مساء الخير يا فندم ومنورنا. اهلا بحضرتك، انت منور، وكل جمهور النادي الاهلي وكل دروع النادي الاهلي وكل بطولات المؤسسه العريقه هي الاكثر يعني انطلاق والاكثر يعني نور وسماء. الاهلي فعلا تاجر السعاده في كل الملايين. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. مساء الخير يا فندم ومشرف. استاذ محمد، واهلا بيكم، ان شاء الله اكون ضيوف خفاف ان شاء الله باذن الله. هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس، ولكن في البدايه حابين نقول لبعض المشاهدين بيتحدثوا ان بطوله الدوري اصبحت ضعيفه للنادي الاهلي حسمها مبكرا، بيتحدثوا ان النادي الاهلي لم يلقي اي صعوبات في الحصول على هذه البطوله. اعتقد ان هذا الموسم استثنائي استاذ عصام، ابتدي بحضرتك، موسم استثنائي بكل الارقام، بكل التقييمات، بكل المعاني، حتى بكل الدوافع اللي كانت موجوده بالنسبه للنادي الاهلي والمحطات الصعبه اللي قابلها طوال هذا الموسم. شوف، يعني البدايه لازم تكون من حيث انتهى الاخرين بالكلام الكبير ده. يعني ايه الدوري ضعيف؟ يعني مثلا محتاج نقل دم؟ الدوري ضعيف يعني نوديه مثلا واحده من المصحات؟ دوري ضعيف بيفرز 6 لاعبين في كلاس ايه في كره القدم في الدوري الانجليزي. ويمكن على ذكر يعني كلامنا وتوثيقه، زميلنا وصديق العمر العشره الطيبه الاستاذ ابراهيم منيسي قال ده لما بدا البعض يلقي بفكرة الدور الضعيف ولا منافسين للأهلي، وقال يعني هو الوزنة بالمعنى الدارج تبقى وزنة أنه الأهلي بيفوز لأنه الدوري على القد، ولا الأهلي بيفوز لأنه الأهلي عنده عوامل الفوز. وبالتالي ما ظنش أنه دوري يعني بيفرز 6 نجوم كبار في الدوري الإنجليزي بس، أضف إلى ذلك بقى في قاسم باشا، تريزيجيه في اوروبا في الشريحه او الدوري السكند ديفيجن اللي بنامل ان اتحاد الكره تبقى دي معركته ويعمله هنا في مصر اللي هو دوري الدرجه الثانيه في كل العالم. اظن انه عندنا قرابه 7 ل10 لاعبين. اظن ان الكره السعوديه والكل في المحروسه العظيمه دي كان يشير للكره الخليجيه بانها كره قويه، ومن ثم دورياتها، والدوري السعودي مصنف اسيويا وايضا في منظومة الكرة الخليجية. أظن الوقت رايحين على الرقم 13 ولا 14 نجم مصري في الدوري السعودي. ومن ثم لولا مبالغة من لا يملك فيما لا يحكم، اللي هو فكرة أنه يجي لك يعني عرض لناشئ 17 و18 سنة، وده إن شاء الله ملف قناة الأهلي جديرة أنها تعمله، لأن الإدارة الأهلوية الآن بتسعى إليه، ألا وهو فكرة المعايشة وفكرة الإعارة وفكرة الاستفادة من مناجم الذهب المواهب الموجودة في القلعة الحمراء وفي المحروسة كلها طبعا. وبالتالي ما تقوليش بقى ان الاخوة دول لو خرجوا البضاعة دي، السلعة دي المغلفة بكل ما هو موهبة الشاب المصري، اظن ان احنا اللي يقول بعد كده ان الدوري او ان المواهب او ان الاندية، قد تكون هناك اندية لا تستطيع مجابهة الاهلي لان السيستم في حاجة غلط، لكنها لا تستطيع مجابهته في الحافز. حضرتك قلت توليد الحوافز 40 درع، يعني درعك يا دوري بقت الحكاية مرتبطة ببعضها، النجمة الرابعة لأنه في كرة القدم كل 10 بطولات بنجمة. ومن ثم يعني الحقيقة هزلا أن تتحدث لغة بتقول أن الدوري ضعفه هو ما يذهب به إلى الأهلي. الأهلي اعتاد على فكرة على منازلة الكبار، الأهلي اعتاد دايما أنه بياخد الدوري ليس بالموسم الأول، كان هناك على مستوى المنافسين فرق تعج بالنجوم، فريق الاحلام، درويش، الصمبا، الاسماعيلاويه، حتى لهذا الموسم استاذ عصام الاسماعيلي عمل انتدابات وجاب لعيب كالدرون، والمصري اصبح وضعه افضل، الزمالك جاب 18 صفقه بفرق كبيره. وكان الاهلي احيانا لدروب فني ما داخل الملعب مش في السيستم، وعشان كده بيعود
الحال لنفس ما هو عليه تلاقيه قلل بعشرة ووصلت مرة لتلتاشر نقطة، واستطاع الأهلي انه يعمل ترن ويفوز ببطولته المحببة. ومن ثم لا أظن انه ده كلام له منطق، لكنها فكرة ان تلقي يعني ببعض الضباب ها على فرحة حمراء، تلقي ببعض الضباب على عنوان كبير اسمه درعك يا أهلي، إن عجب يعني مشاهدينك الكرام ومشاهدي وجماهير النادي الأهلي في مصر والعالم العربي بطبيعة الحال. ومن ثم الحقيقة يعني ما عنديش حاجة أقولها غير إنه يعني كلمة هزل يدوب تنفع مع من يطلق صيحة زي دي. مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارة بيقوده واحد من أهم رموز الأهلي إدارة، مش بس لعبا. وبرضو هقول بسرعة كده مصطلح عجبني في مجلة الأهلي، محبوب الخطيب ومجلسه المحترم اللي كلهم مواليد النادي الأهلي. أستاذ محمود، نتحدث عن المنافسين طوروا من أنفسهم. الإسماعيلي الآن أفضل شأنا من سنوات عديدة من قبل، النادي المصري طور من أسلوبه وابتدى يخش في المنافسات حتى وأجواء الأفريقية، نادي الزمالك انتدابات بالجملة، بعض الأندية الأخرى فيها استقرار ولكن تغيير المدربين. هل كل دوت في مصلحة التنافس داخل بطولة الدوري اللي الأهلي حسمها مبكرة؟ لا طبعا، هو يعني عاوز اقول لك في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اصبحت بالنسبه له بطوله الدوري يعني حاله خاصه. يعني العجيب اللي انت لازم تقف عنده تشوف تجديد الدوافع، يعني ازاي الجهاز الفني قدر يجدد دوافع لعيبته على مدار مشوار. يعني الموسم السنه ده الموسم صعب جدا، موسم مضغوط، قدر اظهر فيه حسام البدري يعني رجاحه عقل كبيره جدا، كفاءة فنية، نضج بالصورة الكافية جدا، معاه جهاز معاون على مستوى، معاه يعني معد بدني يستحق الكثير من الاندفاع البدني للاعبين. يعني شيء ده تقف عنده فلن يجد المنافسين سوى إلقاء يعني حجر ربما يصيب او يسمع، يعني زي ما بيقولوا العيار اللي ما بيصيبش بيدوش. انا الدوري صراحتك انا الدوري ضعيف، انا الدوري على فكره انتهى مبكرا، انا الاهلي قتل المنافسه. الاهلي قتل المنافسه لانه هو الاقوى. انا كنت هقول لحضرتك يعني باستثناء الاهلي منافسه الدوري سواء على المركز الثاني او على مراكز الهبوط في منتهى القوه، يعني الفوارق بسيطه جدا. ما هو الاهلي على القمه وترك المنافسه على المركز الثاني والثالث والرابع، وده يعني ده كويس، يعني يمكن الامر يتحسن الموسم المقبل. يعني دعنا نعرج انه مثلا المنافسين مثلا الاسماعيلي عاد من بعيد من فتره، الاسماعيلي ادى مستوى كويس في الدور الاول، لكن يعني لم تسعفه يعني رحيل المدير الفني الفرنسي طبعا دي صبر طبعا ممكن يكون عمل مشكله. نادي الزمالك مع عدم الاستقرار الفني ويعني 16 مباراة قادها نبوشة لم يحقق فيها أهدر فيها حوالي 13 نقطة، برضه دي كانت من الحاجات اللي عملت مشكلة انه إهدار النقط في حين المنافس بيواصل انتصاراته وحفاظه على كل نقطة. النادي المصري بأمانة شديدة مع حسن رغم يعني قلة الإمكانيات، ولكن عامل حالة واشترى بانسي وجايب اسلام عامل حالة وليه ظروف خاصة ويلعب بره ملعبه وبيلعب يعني على طول في اسكندرية، لكن عم مدي فرصة. لكن اللي أنا عاوز أقوله على الدوري المصري رغم كل الظروف دي وغياب الجمهور وإنك أنت يعني البطولة فيها إثارة، يعني فيها قوة لم تغب، وكان أمل كثير من المنافسين هو إحراز هدف في الأهلي ليس البحث عن الفوز. إحراز هدف قد يرى من البعض أنه هو ده قمة الإنجاز. ليه؟ لأنه الأهلي فريق منظم يمتلك دكة بدلاء قوية جدا، استطاع الأهلي مع مرور وقت بتجديد شبابه بيقدم يعطيك في كل مباراة لأخرى الثبات، حتى التغييرات وإدخال التغييرات وضخ الدماء بيتم بحساب كبير جدا. ورغم ذلك أنا لدي قناعاتي أن الأهلي ما زال يحتاج إذا ما أراد أن يذهب بعيدا في عالم البطولات لعودة لدوري أبطال أفريقيا، لعودة لكأس العالم للأندية، ده يحتاج إلى في المرحلة الجاية تدعيم بصفوف بلاعبين صغار السن أقوياء لديهم نضج لديهم طموح، يعني عندهم نجاعة، يعني محتاجين بطولات. فأعتقد أنه بطولة الدوري حسمت على صعيد صاحب المركز الأول، أما حتى الآن سيكون هناك إثارة على في منطقتين، منطقة الوصافة
وصيف الاهلي ومنطقه الهبوط اللي الناس كتير مش واخده بالها. منطقه الهبوط مشتعله جدا. نعم. بين خمس انديه. وادي دجله فاز طنطا تعادل. النهارده دجله النهارده فاز على الاتحاد. طنطا خطف هدف في الوقت القاتل من الاسود على ملعبه. ازداد موقفه صعوبه. عندك بكره في ماتشات الداخليه. وعندك يعني الزمالك اليوم فاز على الرجاء في المركز الثاني. والزمالك بيداخل مع والاسماعيلي بكره هيلعب. يعني عاوز اقول لك والمصري تعثر امام الانتاج الحربي. لا البطوله فيها شكل انا ينقصها يعني مزيد من الاحترافيه في التحكيم. عوده الجمهور ضروري ليه؟ عودة الجمهور مهمة بالنسبة للعيبة عشان يتعودوا. لن يكتسب لاعب أو حكم خبرات دولية إلا في ظل وجود الجمهور. هو ده المحك الصح. يعني دي لازم يكون في ضغط رهيب. يعني أغلب الحكام الحاليين دول ما شافوش في استاد القاهرة فيه 100,000. نعم. ولا 50 ولا 50 ولا 20 ولا 30. فما بالك لو تعرضوا لهذا الموقف. وبادت عودة الجمهور بالنسبة لنا أصبحت يعني شيء مرعب ومقلق مثل ما حدث في مباراة افريقيا اللي الاهلي امر غريب جدا. يعني الاهلي بقدم مباراة كبيرة جدا، مباراة رائعة واداء مستوى. نرجع لموضوع الجمهور. فانا عاوز اقول انه يعني الاهلي زي ما قال الاستاذ عصام هناك حالة من الارتباط مع مسابقة الدوري. نعم. وستستمر على ما يبدو هذه الحالة، ولكن انا اتمنى ان يكون في منافسه. يعني كلما زاد عدد المنافسين كلما صب ذلك في مصلحه المنتخبات الوطنيه، كلما صب ايضا في صالح النادي الاهلي. ده اكيد. استاذ عصام، النادي الاهلي بطل الدوري والكاس الموسم الماضي، ومنذ هذا الوقت النادي الاهلي انتدب السوبر ايضا. والسوبر انتدب بعد. انا بتكلم على بدايه الموسم لان بعض اللعيبه خدوا جزء كبير جدا من النقد من قبل ان يلعبوا. يعني كان في ناس بتنتقد جونيور اجاييه من قبل ان يلعب، ناس بتنتقد معلول يقول لك ده مش هو اداؤه مع المنتخب التونسي واداؤه في النادي الاهلي اقل. نفس الشيء بالنسبه للارهاق في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بدا بطوله الدوري بدون اي راحه، موسم مضغوط، ثلاث ايام كل ثلاث ايام مباراه. هل كل هذه الامور كانت من اهم العواقب اللي تغلب عليها الجهاز الفني هذا الموسم؟ شوف قبل ما نروح لده، لانه ده يعني كلام هو بيحل نفسه، خاصه مع حكايه لو حضرتك حكيتها زي ما قلت او انا او الاستاذ اخويا العزيز محمود صبري هنقول الناس بتقول. لكن بالنسبه للاخوه بتوع الدوري وحسمه الاهلي لقله المنافسين، اثنين من النجوم، واحد الاثنين افارقه طبعا، لكن واحد ابن العرب زينا وواحد ابن القاره مننا، اجايي وازار، كلاهما أصبح في منتخب بلاده الذي يعج، سواء المنتخب المغربي أو المنتخب النيجيري، وصححون لو أنا غلطان، ده حقيقي، بالنجوم الغوالي. ده حقيقي. أنت والاثنين في كاس عالم تعطي أجاييه فرصة مع منتخب نيجيريا زي ما بتجيب لعيبة نيجيريا اللي في المان يونايتد واللي حول العالم محمود. وبالتالي بس ده رد بسيط. يعني ما انا بقول لحضرتك تاخد لاعب من عندك، لاعب من مصر مع منتخب رايح كاس عالم، ليس ايام التصفيات. يعني حتى ايمانويل لما ذهب كان ذهب من بوابه اليونان ثم برشلونه منتخب النيجيري. هو واحد من لمعوا مع كتيبه من اول منتخب الناشئين ثم منتخب الشباب ثم معترك اولمبي شاهدناه في القاهره وقتها. يعني ايضا ازارو اللي هو يعني كان المصنف رقم 5 أو 6 ضمن كتيبه المهاجمين المغاربه، أصبح الغبار يعني يشق له كده بفرسه الأحمر ليذهب إلى منتخب بلاده. خلينا بقى ده على جنب علشان فكرة ضبابية أو الطوبة زي ما أخويا محمود قالها بوضوح شديد كعادته يعني. ومن ثم الجهاز الفني في النادي الأهلي، المنظومة اللي بتسلم الجهاز الفني الشغل في النادي الأهلي، يعملوا بعقد احترافي، عقد احترافي بدأ مع النادي الأهلي في زمن الهواية وهو بيجدد فريقه بالكبار جدا جدا اللي استلهم منهم محمود الخطيب، والاعلام بقى لا تعرف بدون القاب، وكتيبه معه بدءا من السيد العمري فاروق والدرندلي ومرتجي وطارق قنديل يعني وراني علواني والضماطي والشباب سراج والجرحي، مش عايز انسى حد يعني، ومهند، كلهم مواليد النادي الاهلي. وبالتالي عندما جدد النادي الاهلي في سبعينات القرن الماضي فريقه عبر وجود الكابتن صالح سليم ومعه بعد ان خرج من الملاعب سريعا لاصابه الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحه والعافيه، وهو احد الذين يجب ان يكرموا في كل احتفاليه، هذا الرجل الذي قدم لكره القدم ونادي الاهلي الكثير، ولمن يدعون الان ان هناك صناعه
هو اول من بداها حسن حمدي الحقيقه يعني. ومن ثم اللي عايز اقوله لحضرتك انه جه ديكوتي بدري وخلى التمرين 5 ايام في الاسبوع وانصاع اللاعبون الهواة واصبحوا على بدايه التالق الاحترافي الاحتراف. ثم يعني بعده ثم فايسا ثم ياتي دور ريفي العظيم لا مرض يعني والعياذ بالله الكل يعرفه يعني السرطان لما غادر هذا الوطن كان بيعلم مختار مش بيعلمه من اول. الرابطه انهي احسن؟ كنا صغارين وبنروح نتفرج رابطه الجزمه انهي الاحسن علشان رجلك لما تيجي في الكوره؟ الاهلي اعتاد ان يكون سباق فيما هو احتراف هو ترمومتر الكره المصريه بالظبط اعتاد والعربيه والافريقيه يا اخي الناس في افريقيا بتقول لنا كده الناس في العالم العربي بتقول لنا كده مش هقول لك بقى التسميات على اسم الاهلي وكذا حتى في الشمال العربي الافريقي عشان بس ما يقولوش انه في الخليج اللي دايما بيعتز واحنا بنفخر انه دايما يتكلموا عننا ان احنا الشقيقه الكبرى يعني. لكن ايضا في اهلي بوعريج في الجزائر وهي من هي في كره القدم في السودان وقد كان لها تاريخ مع كره القدم. ومن ثم الاحترافيه دي حط بقى الكلام ورا بعضه الكابتن حسن حمدي بعد الكابتن صالح سليم رحمه الله او المايسترو ثم وصولا طبعا بالناس لكن انا بتكلم عن رموز كره القدم عندما يكونوا من الافضل اداريا عشان الحكايه مش كره قدم وبس زي ما برضه حد بيحب الطوبه اللي قالها محمود فيقول لك ده بتاع الكوره لا يا سيدي بتاع الكوره وهو الاكثر تاهلا في الاداره. حط المنظومه دي هتعرف ليه الاهلي عرف يختار مدير فني هتعرف ليه مجلس إدارة جديد يأتي فيعطي المزيد من الصلاحيات ثم يعيد صياغة المنظومة بلجنة كرة كما هو العرف بكتيبة من المجيدين والمخلصين بتختار بدخول الوظيفة أو الفريدة الغائبة المدير الرياضي عبر مين بقى زيزو عبد العزيز عبد الشافي واحد من برضو مواكبة للعصر في أوروبا. ما أنا بقول لحضرتك فريدة غائبة دخلها النادي الاهلي مع مجلس كابتن محمود الخطيب ومن ثم هذه الفكره في تصدير السلعه بقى التي بدات باعراض كثيره هنا وهناك واستبدال استاذ محمود قال ايه بقى؟ قال وتجديد الدماء في منتصف الموسم. اذا استطعت ان تجلب للياقه البدنيه من يجعلك تلعب طبقا لاجنده الاتحاد المصري وبنتمنى انها تثبت 72 بقى 48 المهم انه يبقى المدربين والمعدين البدنيين عارفين المدد عشان يقدروا يشتغلوا عليها. عشان كده لازم تقول انه طبعا قدم البدري والذين معه الكثير من الجهد لكن الاداره ابحث دائما عن الاداره هي التي تسهل وتعطي الدرجات الاضافيه. يعني اذا كان هناك يعني زي ما بنقول امتياز ولكن تبقى مثلا مرتبه الشرف حسن الاداره يعطي مرتبه الشرف للامتياز الفني. الحكايه هي قصه على بعضها. كتاب تاريخ الأهلي هو الذي يتحدث عن حاضر وهو الذي تستلم منه الجماهير والخبراء أيضا المستقبل الأحمر اللي زي ما أخويا محمود قال اللي هو دفعا بالناس بعضها بالبعض لو قام بقى الزمالك والإسماعيلي واستعادوا عافيتهم لأصبح هناك دائما اسم مصر كل 4 سنوات في كأس العالم ضمن منظومة أفريقية بها 5 مقاعد يا سادة بإذن الله. أستاذ محمود في وسط التلاحم الكثير من المباريات لجأ الجهاز الفني إلى موضوع الروتيشن أو التدوير في خلال ماتش كل 3 أيام وده عكس الطبيعة الإنسانية مش كل يعني البشر ليهم طاقة معينة المفروض إن بعد 48 ساعة بيبتدي الاستشفاء وبعد 48 ساعة يلاقي نفسه بيلعب تاني يوم. فعمق القائمة اللي كان موجود في النادي الأهلي وابتدى الجهاز الفني ما نحسش إن في لعيب بديل ولعيب أساسي هل ده من أسباب النجاح فني؟ آه طبعا زي ما احنا قلنا في البداية وزي ما قال الأستاذ عصام ده هو مناط القوه في الاهلي. ازاي اداره الدكه؟ يعني ده بتحتاج مدير فني يمتلك شخصيه وعشان اتكلم بصراحه في خلافات في مشاكل في مشاكل كل بس مشاكل ايه بقى؟ كل غيره كل لاعب عاوز يلعب وعاوز يثبت نفسه ونفسه يقول للمدير الفني انا عايز قدراتك كمدير لهذه المنظومه انك تقنع وانه ما يحصلش مشاكل ما يحصلش انشقاق ما يحصلش خلاف دي حاجات بتدي الاهلي دايما القوه في حصد البطولات. يعني بمعنى لو سمعت صوت ممكن تسمع صوت ده امر طبيعي جدا وده ما ده ظاهره صحيه في الكوره يعني مش يعني مش عندنا يعني لما تحصل حاجه يبقى الدنيا لا ده بره في كده وفي بس طبعا بره بتبقى لها قواعد انك ممكن تتكلم لكن النادي الاهلي
على مدار لو احنا عدينا على الفتره اللي احنا عشناها في النادي الاهلي، اعتقد انه دكته القويه جدا وادارته القويه جدا للكوره والفصل التام اللي بيعطيه مجلس الاداره لاداره الكوره ده هو مناط القوه، وده اللي بيستمد منه الاهلي قوته. فاستطاع الجهاز الفني حسام البدري انه يدور من غير احنا ما نشعر. يعني حتى ايه لما حصل خلاف على علي معلول في الاول ويلعب في تونس وبيتألق، فلما كسر الدنيا في ماتش الترجي الناس كلها ما لقيتش كلام تقوله على علي معلول ان المفاجاه كان ملوش حل، قدم المستوى. لما ازاره رغم الانتقادات وتحمل وقارن موقف ازاره وقارن بفلافيو لما كان مانويل موجود وصانا ما جابش غير هدف قفاه، نعم ماشي، بعد كده كسر الدنيا في الدوري، فهنا ازاره عمل حاله. هنا انت قدمت كمان السولية اصبح عنصر اساسي في وسط الملعب. احنا خلينا نتحدث عن ازاره لان عندنا بروفايل زمايلنا مجهزينه عن وليد ازاره، واحد من الهدافين اللي لم ينتظر سنه لكي يثبت ذاته، ولكن منذ البطوله العربيه وليد ازارو شكله واداؤه وطريقته حسين بخفه، حسين بانطلاقه فدر. لكن شوف، لا سامحونا يكمل، لكن شوف ازارو لما بيجيب جون بيروح ايه، وهي معادله احترافيه مش بس الحب في الاوضه، بيجري جري على كل زملائه اللي بيساعدوه. اتفضل ازارو. فانطلاقه شفناها جميله، وايضا روح الاحترافيه وروح الموده اللي موجوده، لان الفريق حينما يكون فريقا مجمعا من حتى في المشاعر لما يبقى تيم ورك، عكس لما بيبقى كل في فريق فيه انفراديه. ده كلام خد بقى مده التغيير، واصبح واحد زي اسلام محارب لما بينزل بيدي ثقه انه هيجيب هدف، انه هيساعد في افضل تبديله في الدوري. يعني افضل خدت ايه، افضل يعني تبديله بقت في ثقه عند جمهور الاهلي. شوف لما مؤمن زكريا كان موجود، شوف تالق الرائع للمبدع وليد سليمان اللي انا اتصدمت انه الجهاز الفني المنتخب ما شافوش، شاف حد تاني. ماشي، دي من علامات الاستفهام استاذ محمود. يعني وليد سليمان هو عشان بس هو الراجل عشان قال حسبي الله ونعم الوكيل في مره من المرات، فبيعاقبوه على ايه؟ انه اتحاسب في الجهاز. حسبنا يعني على اعتبار انه كبر، يعني الراجل عنده لغه عربيه. دي البروفايل او احصائيات وليد ازارو، واحد من كبار الهدافين. والله الزملاء تعبانين فيه. لا يعني حاجه جميله جدا، وصراحه يستحقوا اللعيبه استاذ عصام يعني كل هذا. عندنا 27 لقاء احرز فيه 17 هدف، نسبه تهديف بالنسبه لعدد المباريات عاليه جدا استاذ عصام بالنسبه للاعب اول موسم ليه في الدوري. عايز اقول لك انه ممن يلقوا الاحجار، وعجبني صراحه ابو صبري لما يقولها، اللي ايه فكره يقول لك ايه ده لما جاب 17 جون يا عم ده ضيع 127 جون. طب يا عم هو هداف الدوري جاب 17 يا عم ضيع، يعني تخيل ده هو عمل رقم قياسي. لا يعني القصد يا استاذ محمود ايه، انه ما لقاش في الورد، عارف حاجه، فقال لك يا عم ما ضيع 100 جون، ما فيش حاجه اسمها ضيع. لكن في نقطه مهمه قوي استلهمتها من فكره النجوم الاربعه ان لونهم ذهبي، يعني عارف ايه هي؟ ها، أن الأهلي لا يمتلك بدلاء. الأهلي لديه في بنك الاحتياط الله يرحمه الكابتن جوهري، وهو طبعا أحد المحسوبين على القلعة الحمراء، ودي حاجة تشرف الأهلاوية ومصر كلها، ويعني راجل عالمي بمعنى الكلمة الله يرحمه. لكن أيضا زي ما بقول لك كده، قال لك ما فيش فرقة كبيرة عندها بدلاء، قاعدين بره عايزين يلعبوا حتى بالساء بتاعته الجميلة دي. ليه؟ قال لك ده بيبقى الاحتياطي بتاعك في البنك. هكذا تدرج الامر في النادي الاهلي، فاصبح الراجل اللي بينزل هيجيب جون عارف انه هيجيب جون، اصبح اللي بيلعب خمس دقايق عارف ان الخمس دقايق دول قد يكون فيهم سعاده الجماهير، ومن ثم لازم يقدم فيهم وصنع الفارق اعلى جهد وصنعه الفارق. انا هستاذن حضرتك بس نطلع، عندنا تقرير مهم جدا عن الهداف البومبر المغربي وليد ازارو اللي ضيع 127 جون. الأهلي يصنع المعجزات، الأهلي مصنع النجوم، الأهلي مدرسة الموهوبين، الأهلي هو الجامعة التي يتخرج منها عظماء المهاجمين. من لم يصدق هذا فلينظر إلى وليد أزارو مهاجم وقائد كتيبة مهاجم القلعة الحمراء
الذي سطر اسمه بحروف من نور مع الأحمر هذا الموسم بعد انفراده بصدارة الهدافين برصيد 17 هدف، اعتلى بها عرش هداف بطولة الدوري بلا منازع ولا منافس، لا سيما وأنه يفصله عن أقرب منافسيه 4 أهداف. ما زال لدى مهاجم الأهلي 6 مباريات متبقية في البطولة التي حسمها الأهلي لصالحه مضيفا الدرع 40 لدولاب بطولاته. يعول أزارو على المباريات 6 المتبقية ببطولة الدوري لتحقيق رقم قياسي قريب منه للغاية بأن يكون أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في الدوري هذا الموسم، ولما لا وهو مهاجم الأهلي الذي أعاد تحطيم الأرقام القياسية والاحتفاظ بها في سجل إنجازاته على مدار تاريخه. رهن المخضرم حسام البدري على أزارو هذا الموسم، كسب الرهان. فكثيرا ما عانى ابن المغربي من الانتقاد والاضطهاد في بداية مشواره مع الأهلي، طالته سهام الانتقام بسبب إهداره للفرص، بل إن البعض هاجمه من البداية وطالب برحيله، إلا أن بعد نظر البدري جعله يصر على منحه الفرصة حتى أثبت وجوده وأخرس المشككين ب17 هدفا كانت لها بالغ الأثر في تتويج الأحمر باللقب هذا الموسم قبل نهايته بوقت طويل. بزغت موهبة أزارو مع الأهلي في بطولة الدوري التي نحتفل اليوم بدرعها رقم 40 في تاريخ القلعة الحمراء، صال وجال مع الفريق محرزا 17 هدفا في مرمى المنافسين ليثبت أنه مهاجم الأهلي الأوحد هذا الموسم وهداف الفريق بل وهداف الدوري كله. زار وليد أزارو شباك المنافسين 17 مرة في بطولة الدوري و1 في كأس مصر ومثلها في البطولة الإفريقية وكأس السوبر المصري، بل وسجل أيضا في مباريات الفريق الودية. أهدى أزارو للأهلي لقب السوبر المحلي بهدف ثمين في مرمى المصري، كما سجل أيضا في مرمى تليفونات بني سويف في كأس مصر في المباراة التي حسمها الأحمر لصالحه بخماسية نظيفة وهي مباراة دور 32 ليتأهل بالفريق لدور 16. تنوعت أهداف أزارو في البطولة المحلية، يكاد يكون سجل في معظم المباريات التي لعبها مع الفريق هذا الموسم. الجميع ينتظر الكثير والكثير من أزارو، يراهنون على إحرازه مزيدا من الأهداف في الفترة المقبلة. يمني أزارو نفسه بهدف إفريقي جديد في مرمى منانا في مباراة العودة ليكون عاملا مشتركا في تأهل الفريق للدور التالي بعدما سبق وأحرز الهدف الثاني في مرمى منانا في لقاء الذهاب بالقاهرة والتي حسمها الأهلي برباعية نظيفة. فكل التوفيق لوليد أزارو، كل التوفيق للمارد الأحمر لمواصلة الانتصارات وحصد الألقاب والبطولات. فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، مجد اتبنى في سنين طويلة متعب بإيدك وجودنا. الأهلي هو الأهلي علشان متسبب مبادئ والمثال للاحترام، ومش مجرد نادي
كتيرة هتلاقيها عالحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلدها تشمها هنا في المكان الأهل فيها في حلوها وفي مرها كل شارع في الوطن كل حارة وكل حي كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي الأهل مبهور في الهتاف قاعد سعاد وقت عرق على الأرض طرحت معجزات الأهل رملة هنا كل طوبة كل مبنى له كان وتاريخ طويل حفروا اللي كانوا قبلنا والجاي أحلى نادي المبادئ والمثال للاحترام ومش مجرد نادي يعني والسلام ده في ألف معانا انت يا أهلي أهلي فعلا مش كلام وهنبني فوق اللي اتبنى علشان نكون أعلى وأعلى واللي راح واللي وجع وقلبنا أكيد فراقهم هزنا علشان خلاص عالست تلاقي اهلا بكم من جديد مشاهدينا. الصراحه الواحد مش عايز الاغنيه تخلص يعني كل الشكر لكل من يعني انتج هذه الاغنيه واشتغل فيها والمغني والمطرب كل الكلام والمعاني الصراحه حاجه يعني جميله جدا مش عايز اقول لحضراتكم الواحد وهو مركز معاه شاف ذكريات وحس باحاسيس يعني ايه النادي الاهلي وحب النادي والمبادئ وكل حاجه ولا يعني استاذ عصام الاغنيه جميله جدا صراحه خدتنا بره الحقيقه صح والله لسه كنا بنتكلم استاذ محمود حتى قال دي من اجمل الاغاني اللي اتحطت في مجال الرياضه واضح ان كمان الاكثر تاثيرا هو المعبر الاكثر تاثيرا هو ما يمس المشاعر الاكثر تاثيرا اللي يتقال بصدق الحقيقه كلام من جوه القلب الله عليك وبالتالي لا اتعملت من محب يعني مش حد عامل اغنيه عشان تبقى فيفوريكا محترف لا خالص ولا الملحن لا اظن ان هم كانوا بينتجوا حاجه كده حبا في النادي يعني صحيح ممكن يبقى الملحن مش في الاغنيه دي اهلاوي مثلا فيعمل اغنيه زملكاوي لكن لا اظن ان هذا العمل وضعت فيه اصلا اي ضوابط احترافيه بمعنى ما انا بقول لك بمعنى انه دول ناس مبدعين وفنانين لكن كلهم كانوا قاعدين في قاعده بيتكلموا عن الاهلي اللي بيشجعوه ويحبوه فخرج الكلام فخرج اللحن واخد بالك زي ما اخواننا الفنانين كده يقول لك الاول بيعملوها قعده ترابيزه واخد بالك او بروف الترابيزه هو خرج اللحن اهلاوي واخد بالك ده بجد يعني ده اللي اقدر اقوله للجمهور عشان بنحترم الناس اللي نقول لها كلام واضح يعني ومن ثم خرجت من القلب فذهبت الى قلوب كل الاهلاويه. استاذ محمود اكيد لك تعقيب الاغنيه جميله جدا. طبعا هي الاغنيه دي اتذاعت يمكن مع برنامج كابتن محمود في الانتخابات. بصراحة كانت مفاجأة وكلماتها أثارت حالة من الشجن يعني ناس عملتها على الموبايل وناس عملتها رنة وناس عملتها بتشغلها تصحى عليها الصبح يعني برضو جمهور الأهلي أو أي نادي عنده جمهور بيبقى عنده حالة ارتباط كلمات أنا يعني ما أقدرش أقول عليها غير إنها زي ما قال الأستاذ عصام مؤثرة جدا خرجت من قلب اللي كتبها الى قلب كل اهله وبيحب النادي الكبير هي حاجه طالعه من القلب فذهبت الى القلوب نذهب الى مره اخرى مهاجم خطف القلوب بسرعته بامكانياته بتصويباته وباهدافه وليد ازارو شخصيه جميله جدا من الشخصيات اللي دخلت منظومه النادي الاهلي وليد ازارو محترف بطبعه وتقدر تحس بكل انطباعات الاحتراف وانت شايفه في التمرين جدي جدا بيحاول يقاتل على كل كوره بيجيب اهداف بتبقى الناس شايفاها سهله لكن هو بيعرف ياخد المكان الصح والارقام لا تكذب يعني واحد 27 مباراه 17 هدف 34 تسديد على المرمى عامل اسيستات تمريرات هجوميه خطره 58 ده معناه ان هو دايما بيشتغل كمنظومه وبينجح طريقه اللعب اللي بيبقى مركز عليها المدير الفني التمريرات عنده 483 تمريره صح من 658 ده معناه ان الكوره لما بتوصل لوليد ازارو الهجمه بتكمل احصائيات قويه جدا استاذ عصام بالنسبه لهداف الدوري المصري حتى الان. احصائيات تتحدث عن نفسها خاصه انها مش في عمر كامل الدوري في 27 مباراه افتكر لعب 27 مباراه نعم. مش كده فالاحصائيه متكلمه عن نفسها يعني طبعا مش هنقول للناس غير ما تلتفتوش للبتوع الطوب اللي عايزين يقولوا انه اضاعه
أهداف بالجملة، لكنه أحرز أيضا لقب هداف الدوري. نعم. وخرج من عباءة النادي الأهلي ليذهب لارتداء شعار المنتخب المغربي، وما أدراك ما المنتخب المغربي، وما أدراك ما رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، رجل يعني بيسيدي بينقي اللعيبة أو بينقي زهرة من ملايين البساتين المغاربة الكرويين طبعا منتشرين في كل العالم. فخر لينا أن واحد من ممثلي المنتخب العربي المغربي هيكون وافد من المملكة الحمراء هدية للمملكة المغربية. وبالتالي وليد أزارو يستحق فعلا أن يشار إليه بالبنان، مش بس كمحترف لكنه أيضا من اللاعبين الأكثر التزام. والالتزام مش معناه الأخلاق وبس، لا، هو منضبط تكتيكيا، هو لاعب بيستفيد دائما من المواقف، بمعنى أنه سريع التعلم، شفت مواقف كتيرة بيعدلها ويبدلها. وهذا يعني بخبرتنا بيسمع كلام مديره الفني، بيسمع للملقن في المسرح اللي بيبقى قاعد ده، عشان لو حد ناسي حاجة، ناس بتشوف الجزء الجندروفة دي اسمها، فيبدأ يلقنه. إذا هو من النجوم اللي بتكبر وطلع منهم فعلا، بيسمع وينفذ. وبالتالي وليد أزارو يعني أملنا إن احنا نفرج الناس على جوانه كتير، لكن الكلام عنه مضيع للوقت. هو أصبح الآن هو من هو، يستطيع أن يدرك في المستقبل القريب أنه يكون واحد من أحسن اللاعبين في أفريقيا، مش بس في الدوري المصري. دي وجهة نظر المتواضعة. دي فعلا أقل حاجة تتقال على واحد من اللعيبة اللي أثبتت وجودها، تحمل نقد كثير جدا، وده يفرق في شخصيته. وبرضو شغل الجهاز الفني وشغل المنظومة النادي الأهلي ككل اللي أدت ليه وليد أزارو كل هذا التألق. عندنا لعيب برضو من اللعيبة المهمة جدا، من اللعيبة اللي مهاراتها خاصة، شخصيتها شخصية جميلة، من اللعيبة اللي بتعشق النادي الأهلي وتحس ان هم يعني من اتربى في أكاديمية النادي الأهلي، وليد سليمان. وليد سليمان واحد من أصحاب مهارات خاصة أستاذ محمود، قدم يسرى بتشوفه بتتكلم، تسديد ماشي، ترقيص ماشي، كل حاجة عند وليد سليمان تدي لك متعة في كرة القدم. لا طبعا وليد يعني هو طبعا الحاوي زي ما يعني لقبه وليد. أنا عجبني فيه إصراره، يعني لم يعني يستسلم لشعور أنه هو بره المنتخب، بل ظل يقاتل وسيقاتل. حتى أنه الراجل طالع امبارح في المؤتمر بيقول ان الباب مفتوح، عاوز اعرف الباب مفتوح لمين، يعني هو عندي والده اتقفل الباب بامانه شديده. انا مستغرب يعني انت بتتفرج على الدوري مش عاجبك كل اللي بيعمله ده؟ مش عاجبك الجهد المتواصل؟ هو من 17 مباراه 7 اهداف، عنده 19 تسديده في المرمى، وده بيقول لك ايه. والله سمعت حاجه يمكن كملها اخويا محمود بحكايه الباب مفتوح. انا سمعت انه كان يفترض انه هياخد وليد، لكنه ما معناه انه واثق في قدرات وليد، وبالتالي خد لاعب او لاعبين يجربهم باعتباره مطمئن لوليد. يا رب يكون ده هو الباب المفتوح. لا لا لا، انت رايح كاس عالم، ده انا بقول بالنوايا الحسنه يعني. المباريات اللي انت راح تلعبها الاربع مباريات او الخمس مباريات وديه، ده مباريات لتثبيت التشكيل. انت مش راح تعلم، مش راح تجرب، انت المفروض خلاص يعني القماشه بتاعتك عرفتها وعرفت حدودها. انت رايح هتشوف هتلعب مع الناس اللي انت هتقابلهم، طموحك ايه في اللي انت رايح له. فانا شايف ان وليد بامانه شديده وبدون تحيز من خلال متابعتي، لا وليد يستحق ان يكون بين صفوف المنتخب. وليد وبقول له حتى لو ما رحتش المنتخب، يكفيك حب جماهيرنا ليك، يكفيك انه الناس بتتفرج وشايفه الكل يعشقك. طموح وشرف لاي حد يرتدي فانيله منتخب مصر. وبقول له ما تستسلمش وكمل وحاول. وليد من اللعيبه لو جينا نعدي تاريخه واللي عمله مع النادي الاهلي منذ انتقاله من نادي انبي، نقدر نقول كلام كتير جدا على اللي اتعمل. ورغم الكلام بتاعه سنه كبر وسنه ما كبرش، لكن تشعر انه بيحدث الفارق مع فريق النادي الاهلي. حتى لو نزل احتياطي بيعمل نقله، لعيب مميز جدا، لعيب مجتهد، ما بيتكلمش يعني ايه، لا تسمع بص لا تسمع له صوتا حتى رغم هذا. صعبه برضه، انا عايز اكد على كلام حضرتك عشان بعض من الفيديوهات لوليد الان في ماتش المصري يحرز، ماتش الزمالك يصنع هدف، ما تجد ما هو ده هو هو ده هو ده يبين لك قدرات اللاعب، انه في الماتشات الثقيله، الماتشات الضغوط اللي هي بيظهر فيها شخصيه اللاعب الكبير وامكانياته
فلما اجي اتكلم على وليد اقول انه يستحق انه يديه فرصه، خاصه انه خلاص يعني هو لم يعد كثير في الملاعب، فلما يروح كاس عالم مش عاوز اقول يعني استاذ محمود لا. انا ممكن اتالق قدام فرقه، ولكن فرقه وسط، فرقه الى حد ما بتصارع من الهبوط، فالمستوى الفني فيه تباين، لكن انا بتكلم على اقوى فرق موجوده في مصر انا بتالق وبجيب فيها، بجيب يا اما بحرز اهداف يا اما بصنع. لا طبعا اذا انا فعال جدا طبعا لا طبعا طبعا يعني فلا لا يعني عامل موسم بصراحه يعني رائع، عامل مستوى جيد جدا. انا عن نفسي اتمنى انه اشوفه في صف المنتخب، ولكن طبعا دي رؤيه فنيه احنا يعني مش ما اقدرش اتدخل فيها، لكن بقول انه على الجهاز الفني المنتخب يعني برضو يضع وليد، ومش عاوز اقول يطلع يبرر يقول انا ما خدتش فلان وانا فضلت، لا انت صاحب القرار وانت لا تتحمل وانت لا تسال في النهايه عن نتيجه المنتخب. ارقام وليد سليمان تظهر ليها الجماهير الان، من 17 مباراه 7 اهداف، 19 تسديده على المرمى في 17 مباراه، ده معناه ان ما فيش ماتش وليد سليمان ما بيشوطش فيه على الجون، يعني حتى زايده بتسديدتين، 3 اسيست مع السبع اهداف، اذا هو شارك في 10 اهداف لصالح النادي الاهلي. التمريرات الهجوميه الخطره 32، ده معناه ان هو على طول صانع لعب، وليد بيطور في طريقه لعبه، يعرف امتى ازاي يبقى بلاي ميكر وامتى يبقى لعيب هداف، وده بيبان من الارقام. وحتى لو ما حضراتكم بتشوفوا وليد سليمان على الرغم انه قصير بيحرس الاسماعيلي بدماغه، ودي مش اي حد قادر انه يفعلها في كرة القدم. بتاعت المكان مش فكرة الطول، هي بتاعت ازاي هو من ضمن يعني ادواته وموهبته انه بيعرف ياخد المكان وبيعرف يفنش الهجمة بالشكل الصحيح. بقول لحضرتك عشان الناس ما ترتبطش عندها بالطول، يعني ما الطول لوحده مش كفاية كم من طواله يطلعها في السماء التمريرات 363 تمريرة صح من 471 نسبة تمرير 77%، ده برضو معناه ان الكرة وهي مع وليد سليمان في هجمة خطيرة للنادي الاهلي، والكرة دايما في استحواذ النادي الاهلي. ارقام جميلة جدا ومميزة عن وليد سليمان. عندنا فيلر نشوفه للنجم وليد سليمان. واحد يقول لك مش دولي يا اخي، مش دولي. وليد سليمان وشنطة الاجوان، وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الاهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. انما وليد ايه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. وليد سليمان لعيب من اللعيبه المهمه للغايه واللعيبه السوبر، وكلامنا عن اللعيبه السوبر، عندنا واحد من اهم اللعيبه في الكره المصريه مش بس في النادي الاهلي، هو مسمار الكره المصريه مش بس النادي الاهلي، لعيب تحب تشوفه في وسط الملعب تحس باريحيه، عنده حل لاي مشكله عندك، سواء مشكله دفاعيه سواء في بناء هجمه. واحد من اللعيبه الحريفه اللي نموذج لاي لعيب في مصر هو حسام عاشور. استاذ عصام، حسام عاشور الكل يعشقه، الكل يحبه، والكل يقدره، نموذج لكل لعيبة، نموذج للعيبة مش بس المحترفين ولا العاشقين لناديهم، لأن احنا عندنا احتراف كده في الأهلي والزمالك وبعض الأندية الشعبية مش كلها، يعني هناك حالات عشق كده ارتبطت مع الاحتراف جنبا إلى جنب فبقت حاجة واحدة، يعني لا يقدر يسيب ولا يسافر ولا يعير ولا يستعار ولا أي حاجة. حسام عاشور من النوعية دي، لكن فنيا واحترافيا حسام عاشور بكل المقاييس هو اللاعب التكتيكي المنضبط اللي عارف مش بس قواعد اللعبة في الملعب، عارف كمان قواعد اللعبة في النوم وفي التدريب. اللعيب اللي دايما لما ترصده تلاقيه لو بيعملوا 10 ضغط لا يمكن يبقوا 9 ولا يبقوا 11 ولا 10 الا ربع بالظبط على يعني المسطره. ايوه لعيب على المسطره، لعيب على الباروميتر بتاع الاحتراف، اللي احيانا برضو الاخوه بتوع الطوب يعني هم يفهمونا الباروميتر ده مثلا زي الدولاب كده، تدخل لعيب من هنا يطلع من الناحيه الثانيه يقول لك ده ثمنه كذا طوله كذا، لا الباروميتر ده هو المسطره
بتأدي اللي حضرتك قلته واللي الزملاء عملوه في الانفوجراف بالنسبة تمريرك كام. ناقصنا بقى ان شاء الله وده اللي هنعمله بعد كده انه نطور ادائنا كاعلام ونقول المقايسه العالميه كام بيجري 13 كيلو متر بره بيجروا 15. عارف بقى مع الاختبارات دي هتلاقي عصام عاشور هو كابتن اي فرقه مصريه في ما هو احترافي. حط ده بقى جنبا الى جنب مع جماسه الخلق وهي بره احتراف برضو احنا بنسميها كده. حط ده جنبا الى جنب مع حاله الولع والعشق بينه وبين الاحمر وده موجود في اعتى أندية أوروبا. البعض يقول لك لن أغادر البارسا والآخر يقول لك من العار أن أترك مانشستر. ومن ثم إحنا يا جماعة مش في حلقة مفرغة لكن دي حالات خاصة جدا عن العشق والهوى أتحدث. يبقى على طول تقول حسام عاشور وأرقامه على الشاشة يعني. على الشاشة 20 مباراة 2 أسيست لعيب بيصنع أهداف. حسام عاشور مش بس بيقطع الكورة تمريرات خلف مدافع الفريق المنافس 13 بيقطع 88 تمريره قطعها من المنافس. وحسام عاشور من اللعيبه اللي بتعرف تتوقع مش بس بيجري ويقطع الكره لا هو بيتوقع الباس الهجمه جايه منين. استعاد الزملاء يجيبوا لنا بعض الالعاب اللي لعيبه راح جابوا جون من باص مباشر. اه بالظبط هو لسه عامل اسيست في احد اللقاءات كان لحمودي وكان اسيست جامد جدا. استعاد الكره من المنافس 111 مره استعاد الكره من المنافس وده يبين حسام عاشور. الحاجه اللي جايه للناس العديد من المشاهدين استاذ محمود ما بياخدوش بالهم منها حسام عاشور عامل 1098 تمريره من 1193 نسبه تمريره 92%. ما شاء الله. طبعا يعني نسبه مفاجاه لاي حد. ده لعيب يشعر بقيمته المدرب يعني ربما الجمهور بيميل لنواحي الجماليه وعاوز اللعيب اللي بيرقص وبتاع. ده اهم لعيب في الفرقه. ده حائط صد ضد اي خطر عليك، يعني لازم تلاحظ ان كل الفرقه طلع حسام عاشور واقف بعد نص الملعب. نعم. بيفسد اي محاوله وعنده بصل من الخبرات. انا مش عاوز اتكلم لو دركت مبارياته كان دايما حتى ممكن في مباريات الزمالك مثلا تلقى شيكابالا كان في قمه تألقه في مباريات الدوري. مع الاهلي كان عاشور يعني بيقضي على خطوره اي مهاجم كان محفوظه يعني وبيعملها من غير انت ما تحس لكن تلقاه دايما معاه لياقه بدنيه عاليه جدا التزام كامل راجل في الملعب لاعب لم تسمع له صوتا حتى في الاعلام قليل جدا الكلام حواراته حتى قليله فين لما تسمع هو بيتكلم علاقه مع الاهلي دي هو دي هي دي بقى طبيعه الاهلي ده صوره من صور الاهلي تركب عليها ايه يعني تيجي تعدي تقول لي هي هو ده ايه توارث بقى الاجيال بقى طلع عاشور شوف استلم المهمه من مين ومن اللي هيستلم من بعده فلاعب يعني الاهلي بامانه شديده هيتعب شويه عشان يجيب النسخه دي يعني نسخه جميله جدا واحد بيعمل 1098 صحيحه 92% ده معناه ان الكره مع حسام عاشور الكره معاك لا طبعا لا الكره معاه لا يعني حسام شيء مهم جدا ويمكن حتى يعني بركات ببقى له قفشات بيقول لك كله اعتزل ما عدا عن مش عارف حسام عاشور داخل حتى جلبرتو فلافيو لما كانوا في زياره النادي الاهلي قالوا له ستيل بلاينج انت لسه بتلعب ما ده دليل على زي ما قال اخويا عصام الالتزام والانضباط وانا عارف هدفي فين ده بيدي انه العمر في الملاعب بالنسبه للاعب اللي زي كده بيطول لانه عنده وانت بتبص على اوروبا تلقى في ناس معديه وتلقى في نفس القوه وبيعرف بيعمل التدريبات اللي هي تناسب المرحله اللي هو فيها بيعمل الشغل باقل جهد اللي هو عارفه ازاي بقى فنان في ازاي يقطع الكوره ما بيحتاجش جهد زي الاول بقى عارف ازاي بيحمي فرقته فحسام عاشور عشان الاهلي في الفتره اللي جايه يجيب حد هياخد وقت عشان يصنع نفس الشخصيه هو طبعا بتبقى خبرات متراكمه لكن اعتقد جه الوقت واعتقد انه الكابتن حسام بدري شاعر بهذه المهمه وشاعر بالجزئيه دي انه محتاج فعلا في الماتشات الجايه في الدوري لازم يدي من اللي هيكمل مسيره حسام عاشور. الكل اذا اراد التعلم اتفرج على حسام عاشور سواء في التمرين سواء في المباريات ماذا يفعل لكي يتعلم. عندنا تقرير مهم جدا عن مسمار الكره المصريه حسام عاشور نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلام.
يستحق حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكون حدوتة أهلوية، وذلك بفضل إخلاصه الشديد داخل الملعب وإصراره على تقديم كل ما لديه. عاشور بإخلاصه وجهده حقق أرقاما قياسية وبطولات رائعة خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 15 عاما مع الأهلي. حقق مع الأهلي 34 بطولة آخرها لقب الدوري المحلي للموسم الحالي 2017-2018. هو ما يؤكد أنه لاعب من طراز فريد، فرض نفسه على ساحة البطولات الأهلوية دون ضجيج أو صخب إعلامي. يملك عاشور 34 بطولة تنقسم إلى 11 لقبا لمسابقة الدوري، وثلاثة ألقاب لكأس مصر، وتسعة ألقاب للسوبر المصري، وخمسة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، وخمسة ألقاب للسوبر الإفريقية. رغم مسيرة البطولات الرائعة التي قلما يحققها أي لاعب آخر، إلا أن حسام عاشور ما زال يؤدي بكل اجتهاد وإخلاص، يواصل رحلة العطاء اللامحدودة مع القلعة الحمراء. نجح عاشور في فرض نفسه على عدد من المدربين الأجانب والمحليين الذين تولوا تدريب الأهلي عبر السنوات الطويلة الماضية. بات عاشور لاعبا أساسيا داخل المستطيل الأخضر سنوات طويلة بفضل إخلاصه وحماسه والتزامه. حسام عاشور حدوتة أهلوية بأربعة وثلاثين بطولة. النادي الأهلي هذا الموسم إحصائياته صراحة فوق الوصف. قبل ما الموسم ينتهي بخمس مباريات وبنعرض لحضراتكم بعض من الإحصائيات بتدي انطباع عن مستوى اللعيبة وعن طريقة أداء الجهاز الفني. وهذا الموسم تحدث بقى مع ضيوفي الكبار، أكثر من 20 لاعب داخل القوام الفريق أحرز أهداف. خط الدفاع ككل، خط الوسط، خط الهجوم بأكمله، الكل يحرز أهداف. أستاذ عصام، 20 لاعب في النادي الأهلي بيحرز أهداف، أعتقد ما فيش فرقة في داخل أفريقيا أو حتى في مصر عندها مثلا 11 لعيب أحرز أهداف. غالبا كلام حضرتك بنسبة 92% زي تمريرات حسام عاشور كده هيبقى صح، لأنه الغوالي في أفريقيا بيخرجوا صوب أوروبا، وفي مصر النموذج اللي الأهلي ماشي عليه نموذج الإدارة، وأنا مصر دايما فتش عن الإدارة، ومن ثم هتقدر طبعا تختار إدارة فنية. ده بقى النموذج الأوروبي، هتلاقي مدافعين مانشستر، هتلاقي حتى في الدرجات الثانية مش بس حيث الكلاس إيه، البريمير ليج أو الليجا الأسبانية أو الدوري الألماني حدث ولا حرج أو الكلاتشو الإيطالي، هتلاقي الموديل ده شغال، اللي هي فرقة تصنع دائما الأهداف فيحرز من يتحرك. ده مرتبط على فكرة بالتكتيك المختار. عايز اقول لك حاجه، الاهلي الان مع الروتيشن، لكن خلاص انت تقدر تقول 11 لاعب هيلعبوا. سيبك بقى من الجمله المطاطه بتاعت اي 11، طبعا هذا هو الاهلي بمن حضر شكرا، لكن هناك سيستم، فانت تستطيع ان تعرف مين هو التشكيل الاساسي، لان اللي بره دول قلنا مش بدلاء، لدي قائمه كامله على مقربه من بعضهم البعض يا رجل، وبالتالي يحرز الاهداف من يتحرك ضمن المنظومة. طيب واحدة كمان، البدري أو أستاذ محمود أو أستاذ محمد غير طريقته من أول الدوري، الدوري ده على الأقل لم يغيره، هو يلعب بطريقة زي كل العالم المتحضر، يا 3-3-8 يا 7-6-2، المهم إنها طريقة، ومن ثم يخرج منها مع كل مباراة الخطط اللي هيعملها من خلال الطريقة دي، يهاجم بمن، يدافع بمن، المساحات دي هيروحها علي ولا عاشور ولا حتى أشرف، أيمن أشرف ولا أحمد فتحي، هيجي يبقى جوه نص الملعب ففلان يروح هنا، ما يسمى بالتكتيك. لكن الطريقة اللي بيلعب بيها حسام البدري خلاص زينا، يعني إدارة الأهلي استطاعت أن تنقل النادي الأهلي، وعلى فكرة وعلى عهدة العبد لله، من نهاية سبعينات القرن الماضي مع فريق التلامذة الذي يمثله الآن رمز النادي الأهلي محمود الخطيب، ومن تتلمذه على يديه
المايسترو صالح سليم، وكان جنبا الى جنب معه الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحه. وللحقيقه لابد من تكريم خاص للكابتن حسن حمدي، وانا بقولها بمنتهى الصراحه يعني. وايضا يلهم البعض البعض الاخر بتواصل الطريقه، ليصبح الاهلي ما حدش يزعل مني يعني المحترف السوبر، مش هقول المحترف الوحيد، والباقي محترفون وفقط، لكن الاهلي والمحترف السوبر. الاهلي هو الجزء الذي يمكن ان تراهن عليه عندما تتحدث عن منظومة احترافية مصرية على مستوى الأندية تستطيع أن تشارك بكرة الصبح، مش هقولك بقى كمان شهرين. وده كلام في الكورة، أنا مش من الدراويش ولا احنا بنكلم ناس محترمة بنقول لها كلام محترم. الأهلي يستطيع أن يلعب في أي دوري أوروبي بكرة الصبح اللي هو يوم الخميس إن شاء الله، إذا ما تم استدعاء. والدليل هي جولاته في كأس العالم ل الأندية، هي جولاته وكان نجوم الكبار ومنهم محمود الخطيب، هو في وقت كانت أفريقيا قد أدركت الاحتراف وبينها عتاولة يا أستاذ محمود. ومن ثم لا، هي المنظومة لا شك المملكة الكروية الحمراء فخر الحقيقة الكل أهلاوي، ومن ثم يخرج منها ما هو احتراف، سميه زي ما تسميه زي ما قلت لحضرتك، لكن العائد النهائي يساوي سيستم. أستاذ محمود، مخط الدفاع محمد هاني، احمد فتحي، باسم علي بيحرزوا اهداف، سعد سمير، ايمن اشرف بيحرزوا اهداف، حسين السيد قبل احترافه في السعوديه يحرز اهداف، ده بيدي انطباع فريق بطوله؟ ده مش بيدي انطباع، ده هي دي الجماعيه. ما هو ده الاهلي، عشان كده بقول لك الايه؟ زي ما قال الاستاذ عصام، الاهلي بمن حضر، يعني اي 11 بتنتصر بروح الفريق، الكل في واحد. صحيح. محدش بيلعب لنفسه. فانت تفاجئ كله ممسوك ويجي لك سعد سمير يجيب جول، طب كله مقفول ويجي لك باسم علي يجيب جول، طب كله مقفول ويجي لك، يعني عاوز اقول لك ايه، محمد هاني، محمد هاني، عاوز اقول لك ايه، ده اللي بيتميز بيه الاهلي، دي الفرق الكبيره. يعني لما تتفرج على الفرق الكبيره، رغم يعني لو جينا قصنا برشلونه وريال مدريد والنجوم الكبار، لكن الاداء الجماعي والروح الجماعيه هي اللي بتدي اللي بتصنع البطل. بطولة الأهلي جاية من الميزة اللي عنده دي، ودي ميزة متوارثة. يعني إيه؟ يعني لما جينا رجعنا لورا وعددنا وشفنا التاريخ، ما بتلقاش في نجم يبقى الحديث عنه وحده. النجم هو الأهلي، النجم هو الفريق دايما، ودي ترسخت عند أي حاجة كده. إيه؟ أي لاعب جديد بيدخل بيلبس الحالة دي، ما فيش حاجة اسمها محدش يتكلم عن نفسه، بتكلم عن فرقة الأهلي اللي انت بتتمناه. فطبعا لما تيجي تتكلم، ده شغل جهاز فني، شغل ناس بتفكر في البطوله، شغل ناس عارفه انها منافسينها بيواجهوها ازاي. وذاك نقول طب احنا عارفين قدرات الاهلي بس مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نوقفه، طب هيوقف مين؟ يعني بتيجي لحظه تتحول الفرق الى 11 مهاجم و11 مدافع، في قدره بدنيه، مدى الاندفاع البدني، يعني قوه الاهلي، بص قوه الاهلي في وحدته واندفاعه البدني الرائع كده. كده انت ايه، تجيب تاريخ البطولات واقدر اعدد لك من سنه من سنوات اروع بطولات الاهلي في الدوري كانت 97، اللي كان نادي الزمالك متقدم على نادي ب 13، وقدم الاهلي في الدور الثاني بطوله من اروع بطولاته. نعم. يعني ايه؟ فاز بكل لان المطلوب كان ايه لو فاكر؟ كان المطلوب ايه لما الكابتن حسن حمدي رافق المايسترو وزاروا الفرقه لمده دقائق؟ كان المطلوب ايه؟ ان يلعبوا بروح الاهلي وفقط، لا سائل ولا مسؤول عن الدرع. يعني عايز اقول لك ايه، بغض النظر عن يعني منافس نادي الزمالك، انا شاهد على العصر زي ما بقول، شاهد ان انا زرت فرقتين في ليله المباراه. ايوه، زرت فرقه وعملت تقرير هنا وعملت تقرير في فريق الاحلام، رحت الناحيه يعني الثانيه، انا بفكر رحت واقع كده، رحت فرقه يعني لقيتهم بيلعبوا بلياردو، رحت فرقه لقيتهم نايمين قبل المباراه، قبل لقيت المباراه. يعني ايه؟ رحت الساعه 10 هنا، رحت الساعه 9 ونص هنا، الاثنين كانوا ناحيه الثانيه، هنا في فندق وهنا في فندق. شفت الفرقتين وشفت رحمه الله عليه كابتن بطل قاعد جايب كرسي وقاعد قدام الاسانسير، عاوز اشوف مين اللي طالع ومين اللي نازل عشان يعرف رايح فين وجاي منين. مش عايز لا معجب ولا واحد مثلا موتور جايب لك عصير، ما هو العصير يبوظ العشاء ولا تكوي من بره الساعه 11 بالليل. ابدا لا يشك في لاعبيه ياسر محمود، لكن هي فكره منع اي او درء اي شيء. ده انضباط.
فلما تيجي تقول للمدافعين اه طبعا لازم، لما مدافعين الاهلي ما جابوش اللي هم اصلا دوليين، امال مين اللي هيجيب؟ دي فرقه البطوله يعني، لا تقف على لاعب بعينه يعني. لو اعتزل نشوف، لو عددنا النجوم وقلنا فلان اعتذر بطل، الاهلي فين؟ الاهلي بطل، فلان بطل، الاهلي بطل، فلان هيبطل، الاهلي بطل، الاهلي مش هيقف على لعيب. الاهلي ده حاله خاصه، حاله موجوده من مجموعه من العناصر بيجوا، بيكون الواحد بيقدر حجم المكان اللي هو فيه، وجهاز فني على مستوى عال، وشغل فيه جهد، واداره بتوفر. هنا النقطه الاساسيه اللي الناس كلها بتدور حواليها، استقرار اداري يمنح استقرار فني، يمنح روح فريق، الهدف هو الاهلي، فدائما الاهلي هو الهدف، ومعاه دعم الجمهور. لا طبعا ده جمهور، لا الجمهور الاهلي ده لاعب، الجمهور ده جمهور الاهلي ده يعني رقم واحد بالنسبه للنادي يعني. عايز اتكلم على الاداره المحترفه هي الاساس زي ما اتفقنا، والمشهدين مثلين، واحد عندما لعب الاهلي بالناشئين وبرضه بقياده رموز الكره المايسترو وكابتن حسن حمدي، وواحده حضرها كابتن حمود الخطيب لما قاله نفس العوامل، الاهلي لا يخسر فريقا مقابل اي نجم، وايضا الواقعه دي 13 نقطه ما حدش قال لهم هاتوا الفرق، قال لهم العب لعب الاهلي وروح الاهلي، وساعة الناشئين انهزم كما شئت، ولكن الاهلي بصوا كلامك انت شكل... انت فكرتني على فكره أيوة. مهمه جدا، قرار اقاله هولمر، شكرا. نعم، وقتها في 97 بعد ما الاهلي رجع وخسر البطوله العربيه بالنهاية الافريقي قدام الافريقي التونسي 2-1، شوف بقى، وكان النجم وقتها علي ماهر، يعني مش عاوز اقول علي ماهر انت ضيعت فرص الدنيا في الماتش ده، لكن لم يحدث توفيق للاهلي، والدنيا اتقلبت يعني، جمهور الاهلي غضب وحصل بتاع، وفجاه يعني الناس طلبت انه الراجل يمشي، لكن كان هناك قرار نقطه ومنور السطر، هو ده، هو بص نقطه ومنور، لا في لا هيكمل تصحيح الامور واعادها الى نصابها. حتى في نظام، بص عاوز اقول لحضرتك على حاجه، وده سيستم الاهلي، سيستم بيدخل اي حد جواه لازم يدور داخل السيستم، يعني ما تنفعش لو انت خرجت بتبان انك انت خارج عن اطار الاهلي، فده ده تقدر تقول خد كلام كتير جدا وقف وعلم في التاريخ يعني، دروس الاهلي استمد منها قوته، وهتقعد تستمد منها قوته، واخرها الدرس اللي احنا شفناه امبارح واللي حصل من كابتن محمود الخطيب. بالنسبه احنا عايزين نتحدث عن احد اللعيبه المهمين اللي صراحه دايما روحه ودايما طريقه ادائه وكفاحه داخل الملعب بيدينا انطباع ان مفيش خوف، وطول ما احمد فتحي موجود لعيب من اللعيبه المؤثره، لعيب شخصيه جميله الكل يحبه، لعيب بيكافح داخل الملعب ودايما اولويته انه يصنع الفارق حتى وان كان مدافعنا استاذ عصام. احمد بيلعب بس فعلا يعني، بيشتغل كره قدم، يعشق كره القدم، محترف حقيقي من وهو ابن 16 سنه يعني، ويعني العبد الله واخويا العزيز يعني شهود على الحاله دي، زي ما بيقول لك الاستاذ محمود في بداياتنا شفنا الرجاله دي وهي في المنشا يعني، وبالتالي شوف احمد فتحي الوحيد الذي انتصر على نظريه الجوكر اخره، وداعا يا صاحبي، لان الجوكر دايما الله يرحمك كابتن جوهري هذا الاعلامي فعلا كان بيمدنا بماده واحنا شبان ما عرفناهاش يعني الا متاخر، مش عشان ما فيش سابع عصره، لانه كان سابع عصره برضه المذاكره، ولانه ابن النادي الاهلي اللي كان صفره يشتغل مع كرامر، لانه كابتن صالح سليم رشحه للعمل لما قالوا في واحد عالمي اسمه كرامر، قال لهم خدوا واحد اسمه محمود الجوهري الله يرحم الجميع في قادم الايام، لما حبوا يطوروا الكره سنه 88 بعد ما هازل كان محمود الخطيب مديرا للفريق ومعه محمود الجوهري مديرا فنيا، وايضا رفض الكابتن محمود الخطيب ان يستكمل المهمه وقتها. لكن عايز اقول لك احمد فتحي بقى من مواليد ايه بقى؟ احمد فتحي من مواليد الجوكر اللي ما خرجش بره الملعب، الكابتن كان يقول لنا اهو الجوكر ده زي ما بيفيد المدرب، لكن النهارده يلعب سردباك، بكره باك رايت، بعده ديفندر، بعده وينج ليفت، بعده وينج رايت، بعده باك ليفت، ليه؟ لسد العجز ثم يكتمل الفريق. شكرا يا جوكر، الجوكر الوحيد اللي لعب كل الالعاب، وكيكه على العالي، وكيكه على الواطي، وشوط وجوان ومنتخب واعارات واستعارات، اوروبا افريقيا الخليج، هو احمد فتحي.
ولا حرج انك تقول ان واحد من اهم من لعبوا الكره في قاره افريقيا, انا مش بقول لحضرتك في مصر بس, يستحق كل الثناء كل التقدير. الا بقى الموقف الاحترافي ابو شجن اللي قلنا عليه واللي اكدناه انا واخويا العزيز محمود لما في الاخر نداء الاهلي قال لك بس يا عم انا رايح الصبح امضي واروح اعمل عمر. عندنا تقرير مهم جدا عن الجوكر احمد فتحي. انت ضحكت ليه؟ مش ده احمد فتحي؟ يعتبر أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني, واحدا من أهم لاعبي الكرة الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية, خاصة مع الإنجازات التي حققها الجوكر, كما يحلو لجماهير القلعة الحمراء أن تناديه فتحي. يرتبط اسمه لدى الجماهير المصرية والأهلاوية بالإخلاص والرجولة والأداء الثابت الذي لا يعرف التهاون أو التخاذل داخل الملعب. حسم الجوكر الجدل نهائيا وجدد تعاقده على بياض للقلعة الحمراء لمدة موسمين دون أن يعرف القيمة المالية التي سيحصل عليها في منزل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل أيام قليلة. ولد أحمد فتحي في 10 فبراير عام 1984 بمدينة بنها قبل أن ينضم لناشئي قلعة الدراويش ومنها إلى منتخب الناشئين الذي كان يقوده المعلم حسن شحاتة وقتها. هناك لمع وتألق في كأس إفريقيا ثم مونديال العالم الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأداء الرائع الممتع والسهل اليسير. قد تفعلها يا فتحي, قد تفعلها, هي جول أقدامك فيها هدف قاتل قاتل قاتل. كان القرار بانضمامه بعدها للمنتخب الوطني. تلقى فتحي وقتها العديد من العروض الأوروبية. البداية كانت في بلاد الضباب مع شيفيلد يونايتد, لكن عامل الخبرة وقف حائلا دون نجاح التجربة. ووسط كل ذلك لم ينسى فتحي حبه للأهلي الذي تربى على متابعة مبارياته في مدينته ومسقط رأسه. كان قرار العودة لأحضان الوطني من لندن, لكن في هذا التوقيت أنهى ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها كل تفاصيل شراء عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي, لكن الجوكر رفض وتمسك بالانتقال للأهلي. فحسم محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي وقتها كل الأمور وسافر القيعي في مهمة سرية عاد بها بفتحي من هناك ليبدأ رحلة المجد الأحمر. شملت تجربته مع الأهلي صعوبات, فرحل على سبيل الإعارة لهال سيتي تارة ورحل إلى أم صلال القطري تارة أخرى, لكن ظل حب الأهلي ساكنا في قلبه وعقله, فاختار أخيرا أن يكون الختام في استاد التتش وجدد تعاقده للقلعة الحمراء عامين قادمين. يعتبر فتحي اللاعب المصري الوحيد الذي حقق كل ما يطمح فيه من يلمس الساحرة المستديرة, فقد شارك في جميع البطولات على مستوى الأندية والمنتخبات, لعب الدوري والكأس والسوبر المحلي وبطولات إفريقيا جميعها على مستوى الأندية والمنتخبات, شارك في الأولمبياد في لندن, وأخيرا ساهم في صعود مصر لمونديال العالم بروسيا 2018. يملك فتحي في جعبته 8 ألقاب للدوري, من بينها نسخة وحيدة بقميص الدراويش ومرتين سوبر محلي وثلاث نسخ دوري أبطال إفريقيا ومرة وحيدة كونفدرالية وكأسين للسوبر الإفريقي وثلاث مرات لبطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني ونسخة مع منتخب الشباب تحت 20 عام 2003. أحمد فتحي الجوكر. أرقام مهمة جدا, مركز من أهم المراكز, الرقم واحد في الفريق دايما لما يكون حراسة النادي الأهلي بخير أو نادي الأهلي بخير منتخب مصر بخير, ولكن حراسة المرمى ده واحد من أهم المراكز في كرة القدم. صراحة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في الآونة الأخيرة ومنذ بداية لعبه للنادي الأهلي بشكل منتظم وهو في تقدم مستمر وبيطور من نفسه. أستاذ محمود, محمد الشناوي
قماشة جميلة، حارس موهوب بيطور من نفسه، مجتهد، ونموذج أصبح لحراسة المرمى في الصبر وفي الأداء. مفاجأة بالنسبة لي يا محمد شناوي، يعني برضو من الإضافات والانتدابات اللي كانت مهمة جدا، يعني اللي تم تدعيم بها صفوف الفريق في فترة مارتيول، وده يخليني أعرج على أنه يعني المهندس محمود طاهر برضو كان يعني بأمانة شديدة لعب دور مهم في توفير أجواء كويسة بالنسبة للفريق الأهلي وتدعيم صفوف الفريق، وده أمر طبيعي جدا، يعني لا يقلل من مجلس إدارة الأهلي السابق اللي كان ليه دور مهم مع الأهلي دائما وأبدا. آه طبعا بتواصل أجيال أصلا، يعني وده نجاح المنظومة. فريق الكورة خد دعم من المجلس السابق والمجلس الحالي، كما زي ما المجلس السابق استلم الفرقة في 2014 كانت على في النهائي في السيمي فاينل بتاع الدوري، خدت الدوري بعد الانتخابات بأسبوعين. نعم. وقدم الأهلي أبرز نجومه. نعم. كريم بامبو ورمضان صبحي. ورمضان صبحي. وكانت مفاجأة من كابتن فتحي مبروك بأمانة جديدة، وكان مبالغة انه يلعبوا محمد الشناوي مع شريف اكرامي مع كمان الاضافة علي لطفي، ده شيء مهم، ده يعني ده المركز اللي بيبقى فيه المنافسة. ونرجع ورا كان فيه الحضري وجي نادر السيد. نعم. الحضري المستوى، الشناوي دافع عن فرصته، لكن هل ده يقلل من شريف اكرامي؟ نعم ابدا، لا يقلل. شريف اكرامي من الحراس الكبار جدا، وانا ضد كل الحملات اللي بيتعرض لها شريف، لانه مهما يكن، وعاوز اقول لكل واحد يفكر ويتفرج ويشوف يتفرج على دور شريف في الفتره اللي فاتت، لو حدث خطا ده امر جدا، الخطا ده نسبته كام في المية؟ 5%، ده امر وارد جدا في الكوره. لكن محمد شريف مسك في الفرصه، الجهاز الفني اداله ثقه، الولد عنده قدرات، بيفكرني بشكل رحمه الله عليه كابتن صابر البطل. يعني في اللمحه الجديه، في اللمحه، في الجديه، وفي الوقفه، وفي الجسم، وحارس حارس اكتسبه كمان. رجعت الحقبه كان فيها طبعا اكرامي وكابتن ثابت الله يرحمه وكابتن شوبير. ماشي. ايوه دعم شوبير كان بيجر فيه دعم مهم جدا من حسام بدري لي، لا يقلل من شريف، واللي انا اتمنى انه يكون موجود في كاس العالم. يعني انا اتمنى من الناس اللي يستحقوا على مدار المشوار ده كله ان يختم حياته بهدف من اسمى الاهداف، انه يكون من حراس المنتخب. ده طب يقلل من محمد الشناوي؟ لا يقلل من محمد الشناوي خالص، بدليل انه الجهاز الفني المنتخب اللي هو اختار محمد الشناوي، وما نعرفش الاختيار الاخير هيكون شكله ازاي وعلى اي اساس، الا اذا استمر غياب شريف اكرام نهايه الموسم. محمد حارس جيد، اتمنى له التوفيق، اتمنى انه يحافظ على نفسه، اتمنى انه يركز. الجهاز الفني بيدعم الكل، مصلحه الفريق هي الاساس مش مصلحه اشخاص، ده اللي هو الفيصل، ده دي نقطه الاهلي، دي نقطه قوه الاهلي اللي احنا بتكلمنا عليها، قلنا انه الجهاز الفني دائما يفضل مصلحه الفريق، فدائما هيكون الاهلي بهذه الصوره ان شاء الله. استاذ عصام سريعا سريعا، الجهاز الفني مكتملا، كابتن حسام البدري، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن طارق سليمان، كابتن احمد ايوب، كابتن سيد معوض، تحدثنا عن اخصائي اللياقه البدنيه كابتن شعيب، كابتن ابو العلا. الجهاز الفني، عايز حضرتك يعني نتحدث عن الجهاز الفني ودوره في حصد البطوله رقم 40 للنادي الاهلي. انا عايز ابارك لهم لان دورهم واضح، اصل هو الاهلي ما بيلعبش صدفه وما بيلعبش من غير مدير فني. انا عايز ابارك لهم واقول له حسام البدري، يعني مش كفايه الناس تقول لك بدريولا، انا عارف ان انت بتحب طريقته، لكن الجمهور ما كانش يعرف واختارك بدريولا بكم ما تقدمه ايضا من مش بس ماده كرويه محترمه لكن جديه كمان. وطبعا احمد ايوب وطارق سليمان وكابتن معوض وكل هذا الفريق بالشعلاني وابو العلا والمدلكين، واما حارس طبعا كابتن ده مدير الكوره. انا يعني شوف في ناس كده قال اوان أن تتقدم إليهم شاكرا بالطريقة اللي هي فيها انحناءة الشرف. نعم. وتضرب لهم 26 طلقة مدفع فعلا لتكريمهم. الحقيقة في وسط خزعبلات على طوب على ضباب زي ما أنا قلت على مطبات صناعية، قدروا يوصلوا لأبعد مسافة وإيه وبأقصى سرعة، والدليل 5 مباريات 5 أسابيع فارقة بين النادي الأهلي ونهاية المسابقة رقميا او رسميا والدرع في النادي الاهلي. ومن ثم كان في لقطه لطيفه قوي عشان تعلن الصحف الورقيه والمواقع الالكترونيه فوز الاهلي رسميا، كانت تنتظر مباراه المصري والطلائع
الانتاج المصري والانتاج انا ولا تنتظر مباراه للاهلي مثلا يا استاذ محمود. والدليل قالوا له ايه؟ قالوا له درعك يا اهلي رائعه، يعني النجم الموهوب العربي السوري دريد لحام لما قال كاسك وطن، هي لازم تتقال لهم درعك يا اهلي الكل مساهم فيه. بس اصحاب الفرح الحقيقيين واهل العروسه طبعا حسام البدري والذين معه والسيد عبد الحفيظ وفرقه الاداره الكرويه معاه بقى، يعني عشان عمار وسعيد، يعني الاسماء الحقيقه لازم ان شاء الله نخلي الزملاء هنا يعملوا لهم قائمه شرف لمين؟ للمكاتب الخلفيه بقى المعلومين في كره القدم، لكن من عم حارس كده وانت ماشي. طبعا كان منظومه جميله ادت الى بطوله غاليه اكيد، البطوله الاحب لجمهور النادي الاهلي. بصراحه كان نفسي وقت يطول اكتر من كده مع ضيوفي الكبار، كلام بيجيب كلام وحكاوي ومعلومات، الواحد ان شاء الله بيستمتع وبيتعلم الكثير من المعلومات وتاريخ النادي الاهلي وقيم ومبادئ النادي الاهلي عبر التاريخ. في النهايه طبعا بشكر ضيوفي الكبار كاتب الصحفي الكبير استاذ هشام السلتوت، شرفتني ونورتني وان شاء الله اشوف حضرتك. انا اللي بشكرك ونشوفك مع كل فرحه حمراء، لانه الاهلي يعني جزء كبير من الشارع المصري والعربي في ظل محاولات يائسه لتعطيل البلد دي وبعض اشقائنا العرب ايضا، لكن بعون الله تاجر السعاده الاحمر سيظل دائما ينشر ثقافه السعاده والاحتراف والاحترام. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، شرفتنا ونورتني يا فندم. انا بشكرك جدا كنا معاك واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله، واتمنى للاهلي واتمنى لمصر ان شاء الله الامن والامان باذن الله تعالى ان شاء الله. كده قفلنا ملف النجمة الرابعة، فتحنا ملف التسعة أهلي، هو ده حال النادي الأهلي، تنتهي بطولة وتبتدي أخرى، وهو ده ودائما وأبدا النادي الأهلي فوق الجميع بإنجازاته وبطولاته وبجمهوره. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.